تقول جمعة حماد صحفي صحيح. وكان مدير عام مدير عام فكانوا الصحفيين هم المدراء العامين هم اللي ديروا الصحافة. الآن للأسف الشديد لا دخل المال وحاول انه في مسميات غريبه عما ما نشوف. في صحف مثلا استطاع مثلا راس المال انه يحقق فيها قفزات نوعيه بشكل جيد، لكن للاسف الشديد في ناس ما لها علاقه وما فهموا دورهم الصح. شايف يعني بيجيبوا بعض الاشخاص اللي حكى لهم الاستاذ باسل يعني يشغلوهم يعني الان التراجع عليهم بتنمروا عليهم وقال لك بيشتغل. الآن التراجع اللي بصير في الصحف اليومية هذا التراجع مثلا ما بتقول إنه تراجع إنه نتيجة مثلا عدم إقبال القراء على الصحافة، لا هو سوء إدارة داخل الصحف، سوء إدارة أدى إلى ذلك. لو في إدارات قوية بتكون الصحافة قوية، وبالعكس الصحافة فيها أرباح، ليش موقع إلكتروني بسيط بتلاقيه بيحقق أرباح جيدة بينما مؤسسة احنا في اواخر الخمسينات نعم عملنا في كذا صحيفة، المنار، فلسطين، نعم. الجهاد صحيح اللي الجهاد والمنار اتوحد انه صار الدستور ايه. نعم مزبوط يعني ما بعرف يعني ما بعرف ليش الان في كانت يعني مكلفة اولا كطباعة لانه نعم. كانت عملية صفحة صحيح كانت عن طريق ومتعبة مكلفة ومتعبة بالضبط وعائدها يعني بسيط ومع ذلك كانت ناجحة كان في إخلاص للمهنة الآن المهنيين شايف إذا بدك تيجي المهنيين اللي بيحافظوا يعني على أنا المهنة. بذكر أني أنا بحكي طالب حديثك بال 1956 اشتغلت في جريدة اسمها جريدة الأردن إذا تذكرها اللي نعم. كانت في وسط البلد ايوه بالضبط وسط البلد رحمه الله عليه خليل نصر بالضبط انا وعزمي المحتسب حتى ظلت لفتره طويله القارمه موجوده مزبوط مزبوط على مستوى الشارع بالضبط نعم لا بذكرها الان بجوز اخالف الاخ الان في في 2013 هو الان انا بقر انا بقر بقول لك في تراجع للصحافه انا بقر وبقول لك في تراجع للصحافه للاسف الشديد نتيجة عوامل معينة نتيجة إنها الدولة إلها دور بدها تضعفها تداخل الوسائل وكثرة وسائل الإعلام الآن وسائل الإعلام كثيرة واللي بجوز بدي أرجع على أحكيه إنه مهما حاولت الدولة ومهما حاولت إنها تسيطر على الإعلام لا يمكن تسيطر عليه اليوم رسالة صغيرة عبر تويتر بتقدر تبثها لكل العالم مهما كان بدها تحاول تقيد الإعلام لن تستطيع الآن بجوز أنا بدي أخالف الأخ اللي حكى بقول لك الأخطاء في الإعلام الخاص أقل وهذا أعتقد أنه خطأ يعني أنا بجوز من المتابعين أنا بدرب صحفيين وباخذ كثير من الأخبار باخذها نماذج وأمثلة الآن مواقع إلكترونية ومواقع إلكترونية مشهورة معروفة كثير بحكي معهم بقول لهم يا جماعة في أخطاء لغوية يعني احد المواقع بيظل يحط يكتب ارجو بالالف بقول له يا زلمه ارجو بدون الف نضال بحطها بعصا شايف بقول له وبحكي معاه بقول له نضال بدون عصا شايف وهذا اتوقع في الاعلام الحكومي والصحافه اليوميه لا الاخطاء اقل بينما في الصحافة الإلكترونية لا بحاجة ليش بقول لك إنه يعني تفضلت فيه إنه بحاجة إلى دورات تدريبية نعم بحاجة إلى دورات تدريبية حتى يعرفوا شو الفنون الصحفية كيف أتعامل معها كيف أكتب الخبر كيف أميز بين الخبر والتقرير الصحفي والقصة الإخبارية والتحقيق نعم. الصحفي نعم. كله لازم أتعلمه هذا شوف نعم. أتعلم القوانين والأخلاقيات أتعلم أبجديات الصحافة يعني أنا ما بطالب الواحد إنه يكون صحفي على الأقل وإحنا كلياتنا هيك مش نكون سيبوي بس على الأقل يعرف شو الأبجديات يعرفت يكتب مش يقول والله أكد مواطنين هو حضرتك تخرجت انت من اليرموك نعم وعارف انه الصحافي يعني بداية ما كان في له قواعد مقولة به بالضبط انما جاءت بناء على اجتهادات وممارسات وبالتالي اصبح نعم قوانين هو اظن ان المتصل لم يقصد هذا النوع من الاخطاء وهذا النوع من الاخطاء يهون حكى اخطاء لغويه يعني اللغه هو لا اخطاء اللغه يعني هو يعني اليوم في احدى المحطات اللي على التلفزيوني الربع هاي الويندوز حاطه كذا مهرب 24 قطه اثريه
قطة راح العين سقطت بسيطة ما فرجيت شيء يعني أنا أتفق مع المتصل بكل ما ذهب إليه من أسئلة ومن مواقف قالها في مداخلته. نعم. إذا كان الصحفي بده شوي الصحفي الإلكتروني بده شوي تدريب على القواعد فبعض العاملين في الصحافة اليوم بدهم إعادة تأهيل كامل. مزبوط إعادة تأهيل كلي. ما هذا اللي أنا كنت عم لأنهم يعملون على قاعدة حط الحمار مطرح ما بده صح. احنا بنقول لك بعض المواقع الإلكترونية باسل بعض المواقع وشوفه ولاحظ أنا بحكي لك كل إذا تحكي بعد وأنا بقول لك دخل على المهنة ناس ما لهم دخل سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو وكالة الأنباء أو دخلوا على المهنة أو في الصحافة اليومية. أنا بتفق معك تماما لأن هناك أخطاء من هذا النوع موجودة وهذول للأسف هم اللي أساءوا للمهنة. صحيح بس الخطأ الذي يرتكب الخطأ الذي نتحدث عنه اليوم هو الخطأ الذي ترتكبه الخطأ المهني الكبير والجرم الذي تقترفه وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية بعدم التعرض للكثير من الموضوعات والكثير من الأحداث والكثير من القضايا تجاهلها تماما بيعتمدوا السلكتيفيتي بوليسي اللي هو سياسة الانتقاء. يعني أنا هذا الخبر بدهم إياه بنجيبه هذا بدهم شيء لا هذا بالناشيات يتجاهلونه وأحيانا كثيرة أستاذ موسى وأنت تعرف حجم الجرم في هذه المسألة يصدرون بيان على حدث لم يغطوه أصلا لم ينشروا عنه أي معلومة يبدأون يبدأون بمتابعات بالتالي. لا متابعة يعني مثلا بيصير في مسيرة في وسط البلد لأي جهة لليساريين للإسلاميين لما إلى ذلك لا يتم تغطية هذه المسيرة نهائيا في هذه الوسائل في اليوم الذي يليه يبدأون بتغطيات وبعض المقالات وبعض التحليلات عن هذا الموضوع الذي لم ينشروه أصلا الذي لم يغطوه بالأساس وهذا هذا هذه سقطات مهنية كبيرة وجسيمة صحيح. تقع بها وسائل إعلامنا اليومية صحيح. بشكل سافر وبشكل لا يحترم عقل الناس ويمارسون العصف والتوجيه وتوجيه الرأي العام وهذه الجرائم الكبيرة التي تحدث عنها القارئ وتحدث عن الفرق بالسرعة والصدقية بين وسائل الإعلام الجديدة ووسائل الإعلام التقليدية وهذه مسائل حقيقية وموجودة. الزميل حازم يعرف جيدا وأنا أعرف حازم وهو يبدو أنه مضطر للوداء أنا لا 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 بالعكس أنا بحكي الزميل حازم يعرف جيدا الفرق الكبير الذي أحدثه الإعلام الجديد وأشار إلى مسألة تويتر ولا يستطيعون السيطرة على الإعلام. هناك في فرق كبير بين الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وهذا الإعلام الذي الآن أمام تحد وجودي لأنك إذا أنت غبت ولم تحترم عقل الناس وحاجتهم للمعلومة والخبر فأنهم يحصلون على هذه المعلومات وهذه الأخبار من خلال شبكات التواصل الاجتماعي هذا اللي أنا حكيت لك إياه هذا المقصود هذا هم ليسوا بحاجة يعني ما تقدر تسيطر على الإعلام اليوم على المعلومة على المعلومة وليس الإعلام يعني لا تستطيع التسيطر على الان احنا في مرحلة الاعلام المواطن المواطن صار يصنع خبر الان بالزبط. الان مجموعة مشكلتنا الان انه احنا بدنا نعرف الفروقات ما بين المعلومة والاعلام بالزبط. الاعلام له قيمه صحيح له قيمه له طرقه يعني مش اي حدا ممكن يكون اعلامي للاسف الشديد يعني والدك الاستاذ سلامي استاذنا وحبيبنا بيعرف تماما امتى اطلق علينا لقب اعلامي الآن بتلاقي أي حدا من ابن مبارح فات الإعلامي والإعلامي ما احنا بنقول لك هذا طبعاً الإعلامي أنا بقولها مجمل عنك صحيح. وعني وعن جميعاً صحيح. طبعاً هي كلمة أشمل طيب ما هي مصيبة إنه الكل يندرج تحت هاي العباية إذا اندرجنا كنا تحت العباية بدون تقييم وتمحيص خربت النسيج ولا لا طبعاً يعني احنا مع الضوابط ومع أن تلعب نقابة الصحفيين دورا أكبر في تأهيل وتدريب وتثقيف الصحفيين وإلى جانب طبعا حمايتهم وحماية حماية مصادر رزقهم أيضا يعني كل هذه الأشياء هي مطلوبة من الزملاء في نقابة الصحفيين. التدريب الذي يقومون به اليوم هو غير كافي والأستاذ حازم يعرف ذلك والدورات التي تعقد هي دورات يعني بالحد الأدنى من المعلومة والمعرفة ولذلك كان المطروح هو مركز تدريب حقيقي أنه الصحفي في فترة التدريب يلتزم
وخاصة بعد شمول العاملين في قطاع الصحافة الإلكترونية بهالمدى، بده يكون مركز بده يقعد ست أشهر أو فترة الآن يعني كما تفضلت يعني مثل المعلومة، وبرضه الآن مراكز التدريب أصبحت كثيرة في الأردن. ماشي. يعني أنا أنا يعني بشوف مثلا من خلال عملي سواء في وكالة الأنباء الأردنية أو في جريدة الغد، يعني الصحفيين مش قاعدين بقعدوا من كثرة الدورات التدريبية. الآن في خيارات متعددة، زي ما في خيارات للمعلومة إنك تشوفها، برضه في عنا مراكز تدريبية متعددة. الآن بتدربوا في معهد الإعلام الأردني، الآن بتدربوا في أستاذ حازم أنتم بين الصورة كويس. خليني أقول لك لا، المقصود انه في تعدد، وكل ما الصحفي اطلع على تجارب مختلفه كل ما استفاد اكثر. لا احنا بدنا بدنا يعني انا بدي اختصر يعني الوقت ادركنا تقريبا. بدنا نختتم الجلسه الطيبه هذه اللي كنت بتمنى انها تستمر اطول. بدنا نقول انه يجب ان يكون هناك مركز تدريب، تأسس مركز تدريب خاص الآن في نقابة الصحفيين. تأسس وبدأ عمله. أول دورة تعقد حاليا. أشكرك. هاي واحد. اثنين، أن لا يكون التدريب في مؤسسة المنتسب. يعني مش تحطني أنت في عند جو 24 تقول لي أنت هناك تشتغل، روح أنا معك. يعني بجوز بجوز أسلوب التدريب بحاجة إلى اختلاف. بدك تحط لي ضوابط، بدك تحط لي مهنية أنا أمشي عليها مشان يكون والعضوية مشروطة بالنجاح بهذه الدورة. تمام. الآن إحنا في نقابة الصحفيين تم تأسيس مركز تدريبي، وقبل أسبوع بدأت أول دورة في التحرير الصحفي لجميع العاملين طبعا لمن يرغب. وأنا معهم. أهلا وسهلا أنت أستاذنا، والله أستاذنا بتدرب. والله بتدرب. طبعا وضعت خطة سنوية لهذا المركز، وأتوقع أنها راح تسر الجميع، وإن شاء الله إحنا كل أملنا. شوف أستاذ حازم والأستاذ باسل، إحنا لما نتناقش والعصف الذهني مش المقصود فيه لا إحنا بالعكس إحنا بنحترم بعض ونحترم برأيه. ليس المقصود فيه التعرية إطلاقا، هي لتحسس مواطن الألم. صحيح. بالضبط. حتى ما نشعر فيه. يعني أنا بجوز زي ما حكيت لك في البداية، قلت لك في تراجع في الإعلام في الأردن خلال السنوات الماضية. هذا هاي حقيقة ما حدا بيقدر ينكرها. الصحافة الأردنية كانت في السابق متقدمة أكثر من هالأيام هاي. يعني أنا بدي أكد على تفضل فيه أستاذ موسى. يعني إحنا ننتقد النقابة من باب حبنا الكبير لها هذه المؤسسة وهذا المكان الذي نتمنى أن يلعب دورا مهما. بيتنا الخبرة وبيت اللي نعتز فيه. بالضبط. وبعدين يعني شارك في بنائه أجيالكم، الرعيل الأول، هذا الرعيل رحمة الله عليه الأستاذ عرفات. صحيح. اللي أسسوا لصحافة حقيقية في الأردن، وواجهوا كل أشكال التغول والتدخل والاعتداء على هذه المهنة وعلى هذه المهنة النبيلة الشريفة. لذلك نحن مسؤول منا أن نحمل هذا المشعل وأن نحافظ على هذا المنجز، مش أن يزداد ضعفا. إحنا نتمنى وإحنا مستعدين جميعا أن نقف بكل قوة وحزم مع المجلس لأن ينفض هذا الغبار وأن يمضي باتجاه الدفاع عن الصحفيين والصحافة. إحنا كلنا ثقة بالأستاذ طارق النقيب. وبمجلس النقابي كلنا ثقة فيكم بأنه نعمل لصحافي أو لإعلام صحفي، إعلام صحفي متميز ومتمكن وقادر على وضع الإصبع على الجرح. صحيح. أنا سعيد جدا مرة ثانية. نحن معكم. أشكر. وإحنا سعيدين جدا بسماع هذا الصوت مرة أخرى وهذه العودة الله يخليك التي نتمنى أن تستمر وتبقى وتزداد. أستاذ موسى أستاذنا والله. الله يخليك. شكرا للأستاذ حازم الخالدي عضو مجلس نقابة الصحفيين، وشكرا للأستاذ باسل العكور يعني رئيس تحرير جو 24 جو 24 بالانجليزي معرفة 24 موقع الكتروني. نتمنى لكم التوفيق. الله يسلمك. في هذا الخط الجديد من الصحافة والإعلام، ونتمنى للنقابة المزيد من التقدم، واحنا معاكم ان شاء الله وربنا يوفقنا جميعا. الله يسلمك. شكرا لكم. شكرا لك. اعزائي ارجو انه نكون يعني
ألقينا الضوء على بعض الأمور اللي بتهمنا، لأنه إحنا متعايشين يوميا وفي كل لحظة مع الصحافي. لذلك ما حد يقول ليش اخترت لنا الصحافي الليلة، لا اخترتها لأنه أنتوا أساس الصحافي.